في خبر حزين حقيقة النهاردة، يمكن يعني بنتكلم عن أسطورة جديدة من أساطير النادي الأهلي الخالدة الحقيقة، الكابتن فؤاد أبو غيدة. الكابتن فؤاد أبو غيدة النهاردة وفاته المنية، والنهاردة النادي الأهلي بيعلن في بيان رسمي عن خالص تعزيه وحزنه طبعا لوفاة أسطورته السابق. وجه في بيان الأهلي كده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن فؤاد أبو غيدة لاعب الأهلي السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. طبعا إحنا يعني إن شاء الله يلهم أسرته الكريمة صبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. عايز أقول لحضراتكم طبعا كابتن يعني فؤاد أبو غيدة علم من علامات النادي الأهلي تحديدا في الستينات، وطبعا الجيل الذهبي ده اللي ضم أسماء كبيرة جدا، كابتن صالح سليم، كابتن رفعت الفناجيلي، اسماء يعني طبعا كابتن طارق سليم والشطه، طبعا كلها اسماء كبيره، كابتن ميمي الشربيني، كابتن ميمي عبد الحميد، كل دول، مروان الكنفاني، ده كان نجوم، او سعيد ابو النور، طبعا كلهم نجوم من الستينيات وكانوا عظام. ويمكن الله يرحمه الكابتن فؤاد ابو غيده كمان كان بيطلق عليه جوكر خط الدفاع، يعني تخيل كان في هذا العصر جوكر بيلعب باك يمين ولعب باك شمال وادى فيهم بشكل اكتر من رائع، مركزين السردباكين ادى فيهم بشكل اكتر من رائع، ربنا يرحمه، يعني اسطوره من اساطير النادي الاهلي بتفرقنا النهارده. وكان طبعا اكيد مجلس اداره النادي الاهلي بينعي طبعا اسرته وكل محبيه على فراقه، ربنا يرحمه يعني ويصبر اهله، ويعني دايما دايما النادي الاهلي طيب ما بينساش حد، يعني لو من الستينات من السبعينات كل النادي الاهلي طبعا يعني ما بينساش ابنائه الخالدين وخاصه اساطير النادي الاهلي في الجيل الذهبي. طبعا لما تتكلم كمان عن مواقفهم، يعني النهارده لما حصل النهارده يمكن في موقف في ايام النكسه في 67 واحنا بنتكلم لما جت حرب يونيو دي وحصل ايقاف للنشاط نشاط كره القدم في مصر، اعلن ابو غيده اعتزاله، تخيلوا يعني اعلن اعتزاله الكل القدم نهائيا، فربنا يرحمه، ربنا يرحمه، وهيفضل علامة طبعا من علامات كرة القدم المصرية اكيد اكيد.